السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع. طبعا يا أخوان مستمرين معكم في ترويض الورل. اسمك يا بنفخ. اسمع سامعين صوته؟ سامعين؟ اهدى لما يسوي هيك معناته بكون معصب. اهدى أرجوك اهدى وعطضني بس إذا عضني. طبعا يا اخوان عضة الورل قوية جدا، والورل بيعتمد لما تحط له فار او جرذ بيعتمد بالصيد على قوة الفك وكبس. عرفتوا كيف؟ بيمسك الفار، شو بيعمل؟ بيمسك الفار بيعضه بيموت وبيبلعه. انا احضرت. اهدى شوي. طبعا الترويض يا اخوان بده طولة بال بالاخص مثل هاي الورلات. ما شاء الله الورل الاسود كبير، هذا اللون طفرة نادر يا اخوان. حكيت لكم عنه، احضرت له، جبت له من النت من برا شغلتين خصوصي. شايفين؟ جبت له هاي وجبت له هاي. شايفين هاي الربطة؟ هاي الان بدنا نشوف كيف بدنا نربطه. الربطة الثانية هاي، هان في معانا حجمين، هذول ثلاث احجام. الصغيرة هاي كثير ما بتلزم، وهاي وسط، لا بدنا هاي الكبيرة. كيف الطريقة؟ الآن أنا لسه بدي أشوف كيف الطريقة، بصراحة أنا مش عارف الطريقة كيف. لازم ندخل هاي أعتقد هيك. اهدى خفش. اهدى يا ورل مشان الله. اهدى 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 شاطر وعطعدني. اهدى شاطر. اهدى لا تخاف يا شطور، لا تخاف. كفي لونك اللي بجنن. ايوه ممتاز. طيب هي بس من فوق بتنشب. الان اهدى يا ورل. طيب الان بنحط هاي بالطريقه هاي. اهدى، بدك تهدى. نقول طاوله، لا اعتقد انه لازم ايده تدخل هان. صار انا شايفها هاي مش قويه كثير، لكن راح نجرب. اهدى يا زلمه اهدى. بدك تهدى نقول ولا لا؟ طيب بنحط هاي هان، بعدين نسحب هاي. اهدى ونحط هاي الايد بهاي بالشكل هاد. ايوه عليك نور. بعدين نشد هاي هيك. اهدى يا زلم مشان الله. ده ونشد هاي لتحت هيك. بس ثواني يا بي، صاير مزنخ، صاير يزنخ كثير. اقعد اهدى بالطريقة هاي بالضبط هيك. هاي هيك كيف بتركب. ومنشد كمان هيك هذا الشكل. شايفين؟ تعال علي. بدك تيجي علي وعطضني منخارة؟ هي بتطلع علي. اقسم بالله بتطلع علي يا باي. مطول لسانه، لسانه طويل. شو مطول لسانه؟ لسانه طويل واطول من لسان الحية، وبشعبتين نفس لسان الحية. سبحان الله. طيب انا بدي انزلك على الارض. اصبر شوي، تعال يلا بسلام. بدي اكزدر انا وياك لحظة شوي. والله فلتت الاول محاولة فاشلة، هاي اللي جبناها. فلتت من العقدة. لحظة مش فاشلة، فلتت. استنى اشوف كيف. لحظة فلتت من العقدة. لازم من هان تنعقد عقدتين قوية. معناها لازم ترتبط ربط احسن من العقدة. فهمت علي كيف؟
ولا فهمك كيف. طيب لحظة شوي. طب خلي هاي، خلينا نجرب هاي كمان. هاي طبعا هاي تيجي بالشكل هذا. لحظة شوي شوف الطريقة كيف. هان هيك، وهاي ورا عند جري هيك، وهاي ورا عند جري هيك، وبعدين نشد، وبعدين هاي تنشد بهذا الشكل معقول هيك. اهدى شوي، اهدى اهدى يا ورا، اهدى يا ورا. وين هاي بتشد؟ طيب انا اشوف الكياس عندني. هاي احسن من هذيك، بس بدها قص. هاي هون يا رب امشي بعض فيها. باي يا ورد ارجع. ليش عصبي؟ ارجع، بدك تصير تتعود علينا. بنفخ زي الحي. هاي على فكرة هاي الربطة ممتازة جدا جدا. طبعا هذول وصيتهم انا من برا اخوان على النت. ممتازة جدا جدا. نقدر الان نفصل زيها ولا اريح منها. يلا امشي. بدك تتعود علينا يا معلم. شاطر. خفش. ربطة حلوة جميلة. بتكبر بتصغر. الحلو فيه الربطة هاي، حتى لو كبر ونصح الربطة هاي معانا مسافة. هذيك مش نافعة، بس هاي ممتازة جدا جدا جدا. يعني حلوة بتيجي. دق 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 دق. انا خايف تعضني يا ولد. دق 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 دق. طبعا هو اسود اسود، بده شوية تنظيف. تعال ورا. شاطر. طلع مخالبه مضيط. يلا تعال، بدك تتعود علينا. احنا انا انسان، انا بني ادم، بدك تتعود علي. ان قلت ولا لا، بدك تتعود علي. شطور. طلع ظهره مخالبه مضيط. بدك تتعود علي يا معلم. اتفقنا. امشي. لا لا هدي. امشي يلا. وينك تروح؟ شطور تعال. تمشي. لازم هون اربطه جنبي. طبعا لازم يرتبط جنبي لما اقعد بالساعات. طبعا هذا الورا الاخوان بيوصل طوله لمتر ونص لمترين ممكن، بس هذا من النوع اللي بنصح بضخم تستهينوش فيه. مش زي الورا الصحراوي، ما بيكبر كثير. هذا بصير كده 3 مرات. ولسه في عنا تنين الكومودو اسمه،
يا باي هذاك ما أضخم ببلع سخل، بس يا عمي هذاك ما عرفت أجيب زيه، يا ريت لو أجيب زيه، لو أجيب تنين الكومودو ملك. فهذا هيك بالطريقة هاي بده يشرد تبقى ماسكه، لأنه هذا إذا شرد يا إخوان فل وهو مش مربوط تقدرش تمسكه، سلامتك بتيجي سريع وبيتخبى في أماكن صعبة. مزبوط ورال، شوف الآن كم طول هذا، لما جبته كان صغير الكدة اليوم كبير.